الصراحه تلفت لي صرا ضروري كنت كنقول باش غادي ندخل للفيديوهات. السلام عليكم متابعين قناه صلاح فاميلي، نتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده ان شاء الله. عارف راسي تعطلت عليكم بزاف، ولكن عذروني بزاف ديال الناس كيسولوني فين غبرتي صلاح، علاش ما بقيتيش كتلوح الفيديوهات، علاش ما بقيتيش كدير شي حاجه. قدر الله ما شاء فعل، غيعذرونا غبرنا لكم ماشي بخاطرنا وظروف طارئه. وكما ولفت العاده انا كنجي نعاود لكم القصص ديال شي مجرم ولا ديال شي واحد دار شي حاجه في حياته ولا المهم كما شفتوا القصص اللي دازو مؤخرا. ولكن عندنا اليوم لكم مفاجاه، جينا نعاود لكم القصه ديالنا اللي وقعتنا في هذا المده واللي كانت السبب ان تخلينا نغبر عليكم. ما نكذبش عليكم، هذه السيمانه هذه دساندي واحد السيمانه اللي كاتاستروف ديالو بصح. المهم هذا الفيديو هذا ما غاديش يكون فيه بزاف ديال المونتاج وما كنظنش انه غادي يكون طويل بزاف، لحقاش غادي نعاود لكم شنو داز عليا في هذه السيمانه هذه، وقصه للعبره وتنتمنى انكم تستافدوا منها ودير لكم العقل كما دات لي تاين العقل بالنسبه لاي حاجه. المهم احنا جايين للقصه ديالنا باش تفهموا شنو وقع بلا ديتاي. المهم هذه السيمانه هذه كانوا عندي شي امتحانات، صافي تندوزو امتحانات ديالنا هذه، دوزت نهار اثنين ودوزت نهار ثلاث ودوزت نهار الاربعاء ودوزت نهار الخميس ودوزت نهار الجمعه. نهار الجمعه فاش دوزت كنجي للدار كنلقى عندي واحد الاستدعاء اللي فيها واحد المخالفه ديال السرعه فيها 200 درهم. ماشي مشكله سيدي، قلنا واحد 200 درهم جاتنا، فاش جاتنا 200 درهم نمشيو نخلصوها ما كاينش المشكل، الدوله طلبتنا بحقها حنا غادي نادوا الحق اللي علينا. مشينا خلصنا داك 200 درهم في المحكمه عادي، الامر داز كما يجب وعلى ما يرام، اللهم لك الحمد. ما كانش على بالي باللي داك 100 درهم هي البدايه هي البدايه ديال شنو يوقع لنا. المهم هادي وحده من الوحدات اللي وقعوا لي بعدا في هذه السيمانه هادي. اسيدي نهار الجمعه، نهار السبت ساليت الامتحانات، نهار السبت ما كانش عندي امتحان. المهم نهار الجمعه انا ساليت الامتحان، صافي انا كما كتعرفوا عندي واحد الحولي ماشي ديال الذبيحه، عندي واحد الحولي كنمشي عليه اللي هو الحمير ديالي اللي كنزو عليه رجلي، الموتور بمعنى الكلمه الموتور ديالي اللي كنتحرك به. والناس اللي متبعيني شحال هذا راه عارفين باللي راه عندي الموتور، ما عنديش الطوموبيل بلا باش عليا انا يا فقير. المهم انا جايكم الهضره، رانا سيدي انا دابا هذا الموتور تقريبا هادي عامين وعندي هذا الموتور هذايا، والقصه غادي تدور على هذا الموتور، هذا الطامة العظمى اللي اتانا بها الله، مكرفصين معاه في الشتا، مكرفصين معاه في كل شيء. ايوا وصافي، وانا هذا الموتور عامين وانا كنحطو في الباب، كنطلع كنخليه تما. الحومه راكم عارفين شعبيه وانا معروف في الحومه الدراري يعرفوني، هذاك الموديل ما كاينش لي ادي وما كاينش لي غادي يقيسو وما كاينش لي غادي يسرقو وما كاينش لي غادي يقرب له. ايوا بفعل فاعل وتقدر علينا المكتوب، انني نهار السبت كنحط ديك الموتور حدا الباب طاسو مع جوج ديال النهار هكا، كنطلع كنتغدى كنجلس كدير الخمسه كنهبط وما كنلقاش الموتور. هادشي اللي وقع لي انا، ما تبقاش الموتور ديالي فين مشى الموتور الله اعلم. كنش عليكم واحد الشوك جاني، واحد الصدمه انني تصدمت ما كنلقاش الموتور ديالي. فين هو موتوري؟ هاي عباد الله فين هو موتوري؟ ديزو لي موتوري، جيبوا لي موتوري دابا. المهم مشيت اول حاجه قلت ياك ما نكون حطيت الموتور في شي بلاصه ونسيت، واحد شويه كنتفكر بلي انا الموتور اخر مره حطيته حدا الباب وطلعت اصلا ما وليت تشبط يعني باش نولي نزل الموتور باش نحطه في شي بلاصه، بقيت غير في الدار. صافي ديك الساعه عرفت الموتور تسرق، الموتور سرقوه داوا الشفار شكون يديه. ما علينا سيدي، اول حاجه كدير كتسول هذا، سولت النجار الموتور حدا النجار، قال لك سيدي اخي صلاح هنا ما شفتش الموتور، سولنا خيط سيدي ما شفتش الموتور، سولنا مول البيض سيدي ما شفتش الموتور. هاويلي هاذي الموتور فين هو؟ ما شافو تا واحد، ما شافش كل اللي سرق، ما شاف تا شي واحد هادشي هذا. ما علينا صافي ما نكذبش عليكم، الدنيا دارت بيا، لحقاش داك الموتور قصة معاه. داك الموتور كنت كنسى واحد النهار نسيتو من الستة العشية حتى لربعة الصباح، هو في الدرب ما أدا تا واحد ممسوق، وفي البرد يعني الدنيا خاوية، داك الموتور ما أدا تا شي واحد وما سرقو تا واحد. داك الموتور كنت كنساه، تيجي ولاد الحومة تيقولوا لي صلاح ترا كنسيتي الموتور ديالك، كنهبط وكنديو داك الموتور. إيوا هاد الموتور مسكين صابر معانا، عيا صابر في التالي قال لي أخي صلاح تا ما دياش فيا خلينا نتسرق. قلت له تسرق اش غندير؟ كان كنعاود لكم القصه وكنضحك، انا جايكم القصه خليكم معايا خطوه بخطوه، ولا كنتي مازال ما درتي جيم دير جيم ودير ابوني واستافد من هذه القصه هذه اللي غادي نقول لك. صافي هذيك انا عرفت الموتور تسرق، عرفت الموتور مشى، اول حاجه كيديرها الواحد كيهز راسو هكايا في الحيوطه ديال الدرب ديالهم كما الله تبان شي كاميرا. ومن حسن الحظ ان الدرب ديالنا تبارك الله عمر غير بالكاميرات ديال الجيران، فاش تكون طلع شي ثلاجه وشي تلفازه وما عمرش بالكاميرات ديال المراقبه، يعني ما كاينه حتى شي كاميرا اللي غادي تكون شدت
تشفار ولا شافت شكون تشفار ولا تشفار منين داز ولا تشفار منين جا. مشيت ليه مشيت ليه مشيت ليه والو الكاميرا تما كاين صافي. قلت الخليفة الله سلمت امري لله انا ما بقى لي ما يد قلت راه الموت صافي سلمت امري لله. اول حاجه مشيت طلعنا عند الشرطه اللي خلينا الشرطه ديالنا الصراحه الله استقبلوني واحد الاستقبال مزيان. قلت له عافاك سيدي باغي نديكلاري بالموتور ديالي تسرق ذاك النهار السبت وكانوا غير بيرمانونس. قال لي مرحبا ولدي قال لي فين تسرق الموتور ديالك الوريقات ديالك السميه ديال الموتور اللون ديال الموتور فوق خاص تسرق الموتور معايا تسرق الموتور. المهم عاودت له داكشي من ا حتى زد كما عاودت لكم دابا نتوما صافي. قيت المحضر ديالي باللي الموتور راه مسرق الموتور طلونسا ولا فروش الموتوري اللي كنت كنمشي به للخدمه وكنجي به وكنمشي به لقرايتي وكنجي به ولا في الروشيرش ولا مبحوث عليه من طرف الشرطه. وانا في الكوميساريه وهي تجيني واحد المكالمه هاتفيه عند واحد الصديق تلقى واحد الدريري صغير وقال لي اخي صالح انا راه شفت شكون داك الموتور فهمتي ولكن كان داك الدري فاش خرجت انايا ما عرفوش الموتور ديالي شافوا هما داك اللي سرقوه شافوهم دافعينو ومطلعينو مع الدرب ولكن هو ما عرفش بلي راه الموتور ديالي بقى موتور موتور حتى واحد ما هضر داك الموتور ديك الساعه الدرب شويه خاوي ما كاينش. انا قلت لكم ما بين الجوج للخمسة يعني الدنيا كانت الشمس وكانت الدنيا شويه خاويه. داو قال لي انا راه مشيت للخدمه وفاش جيت قالوا لي راه صالح داو الموتور وانا جيت نقول لك اخويا صالح. قلت له واش تعرف هذا قال لي ما كنعرفوش ولكن شوف وجهو. قلت له الا عطيتيني المواصفات ديالو راه نقدر نجيب لك التصويره وصافي. عطاني المواصفات ديالو ها كي داير ها كي داير مضروب في وجهو كذا هذه هذه مهم صافي. انا قال لي المواصفات عاوتاني كنتواصل مع الاف بي اي ديالي اللي هما صحابي كنعطي المواصفات كيقولوا لي هذه المواصفات راه كتنطبق على فلان الفلاني. المهم ما بغاتش نعطي اللقب ديال السيد هذا اللي سرق لي الموتور ديالي صافي. كيصيفطوا لي التصاور كنجي من الكوميساريه كنطير عند داك الدري كنوري التصويره واش هو هذا. قال لي واد. قلت له الله يرحم لك بها الوالدين دابا هنيتينا من النص ديال الطريق تكتمل كاع اللي كنا حنا خصنا نعرفوا شكون صافي. دابا حنا عرفنا بعدا شكون يعني الموتور ولات عندنا واحد الامل ديال 40% 50% نرجع صافي. مشيت كنتواصل مع الدراري هذه 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 كنتواصل مع واحد السيد كنعرفه جزاه الله عني كل خير. قلت له خويا راه سرقوا لي الموتور واشنو واشنو واقع. ومسكين قلت له فاش سرق لي الموتور وكان كيقلب معايا. قلت له شكون اللي دالي ولا شكون اللي دال. قال لي صافي سيدي سير موتورك غادي يجيك باذن الله السميع العليم. ايوا وفاش كيتصل بالشخص اللي دان الموتور كيقول له سيدي الموتور تباع موتوري تباع باع موتوري كي غنديرو نجيبو هاد الموتور صافي الموتور تباع. ولكن المشكل فين وقع هو انه الموتور ما تباعش. هذاك السيد داك صاحبنا اللي سرق الموتور كذب على هاد السيد هذا. داكشي اللي كان صافي بقيت كنشوف الامر لله. ديك الساعه راه شي الوحدات الليل ولا جوج الليل وحنا الدراري كندور كما الله يبارك كما الله يبان. ايوا واحد شويه اخوتي ما نكذبش عليكم تيبان للسارق سايق الدراجه الناريه ديالي ودايز محداي ما نكذبش عليكم. فاش شفت الموتوري وغادي يسايقو وحده اخر انفجرت تبعناه شفار شفار عباد الله شفار 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 شفار. الدراري تابعين معايا كان معايا واحد الدري صاحبي بالموتور ديالو حتى هو تبعناه تابعين تابعين كما الله نقبضوه هو هارب. المهم دخلنا في واحد الخلا وديك الخلا قاطع بيناتنا الواد بحال دابا كاين هاد البارتيه وواحد البارتيه ملي ولكن بيناتهم كاين الواد. فاش دخل فديك الخلا بقى غادي ما على بالوش هو نسى الواد بلي راه كاين تما كاين ولقى الواد ما عندوش كيفاش يدير لاح الموتور قطع الواد وهرب. بقينا تابعينو والو ما قبضناش. وهنا خوكم صالح كيرجعوا له الانفاس ديالو وكترجع له الروح ديالو ملي لاح له الموتور وخلاه. انا صراحه الله كنت باغي نقبضو باش نحيلو على القضاء ولكن ما كتبش. الحمد لله يا منا نرجع لي الموتور ديالي هذيك هو الربح. كنشكر كاع الدراري مساكن واحد بواحد اللي وقفوا معايا في داك الازمه وتتبعنا داك المجرم الخطير اللي دالي الموتور ديالي. الحمد لله رجعت الموتور ديالي وخرجت بواحد الاضرار اللي اش نقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله. غير زانا وضيعنا وقتنا وضيعنا فلوسنا وضيعنا مسائلنا وضيعنا بزاف د الحوايج كنا باغيين نديرهم ضيعهم لنا وبرزتني قسما بالله الا برزتني ديال بصح بحيث هادشي راه وقع لينا السبت. دابا هاد الفيديو راني لحقت لكم غير دابا والله ما عندي الخطه تاليش ندير الفيديو ولكن قلت غادي نشارك معكم هاد القصه هادي اللي وقعت لي. المهم فاش رجع لي الموتور ديالي لا رد ليه مشيت عند البوليس قلت لهم سيدي راه شنو وقع شنو وقع شنو وقع الشفر راه داز محدايا وتبعتو ولاح لي الموتور وهرب ولكن مديتش نشدو. وانا دابا راه الموتور رجعت وقالوا لي سيدي غتمشي للدار جيب لنا الموتور. انا ما ديتش الموتور. ايوا رجعنا للدار ما خصكش الموتور تمشي تسايق خصك دير في طرابورتور
خلصنا واحد 70 درهم ديال الترافردات طلعنا للبوليس داروا المعاينه ديال الموتور شافوه مسائل كدا شنو ناقصك في الموتور كاشنو ناقصنا سيدي شنو ناقصني. المهم الاضرار اللي خرجت لي في الموتور شي 500 درهم بحال هكاك اللي خسرت عليه يعني غير زين في هاد العواشر هادي الله ياخذ فيها الحق هادشي اللي نقول هنايا وصافي صوبت انا الحمد لله الموتور ديالي دابا راني كندور به على خير وبخير. درت المسائل القانونيه ديالي مع الشرطه قدمت المسائل كامله اللي خصها دار والحمد لله والله الا البوليس تعاملوا واحد التعامل اللي زوين لحقاش الانسان فاش يكون مزيان الحمد لله ربي كيسخر له الامور ديالو كامله. وديك الموتور الله الا خوتي الا ضربت عليه تقريبا عام ديال الخدمه بجمعت له فلوس وباش شريته والنهار الشي النهار اللي سرقوا لي والله الا غير البارح ديالو بحال دابا هاد النهار سرقوا لي انا البارح خلص له لاسيرونس عام 1500 درهم يعني غير زانا واحد الرزياش نقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. الموتور ما مشريش الشرخيص الموتور مشري غالي وغيضرب لك ديك التمره كامله في الزيرو وما شنو غايدير بداك الموتور كاع تلا باع وشنو غادي يدير به فلوسه غادي يمشي يخسرها في الحرام ويخسرها في المشاكل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم هادشي اللي نقول لكم. المهم انا اخوتي جيت نشكي عليكم شويه ونعاود لكم القصه ديالي اللي وقعت لي والسبب اللي خلاني نغبر عليكم هذه المده كامله راه كانوا عندي شي امتحانات وهذا المشكل اللي وقع لي. المهم الاخوان نصيحه ديروا الكاميرات باش تراقبوا انا كون كانت الكاميرا كون راني عرفت ديك الساعه كون جبت موتوري ديك الساعه بلا التمره هذه كامله ولكن الامر لله قدر من الله وما شاء فعل والحمد لله كما كيقول لك سيدي ربي رزق الحلال عمر ربي ما غادي يضيعه والحمد لله انا ربي ما ضيعنيش في رزقي ديك التمره كاع اللي ضربت راه ربي اللي عالم بها والناس كاملين الناس الحمام ساكن بقيت فيهم لحقاش ما ماشي شي واحد زعما اللي ما مزياش وقع له بحال داك المشكل وهادشي انا كنعتبره والله الا كنعتبره خير من عند الله سبحانه وتعالى. ما عرفتش انا شنو كان داك اللحظه اللي كنت غادي نهز الموتور ديالي نصوقو ونمشي به ما عرفتش شنو كان يوقع لي واش ندير شي حادثه الله يسر ولا يوقع لي شي مشكل الحمد لله ربي كتبها لي في هذيك المساله هذيك انا كنحمد الله وكنشكره. ونصيحه الاخوان انا بغيت هاد القصه عاودت لكم غير باش نقول لكم العبره سواء شي مرة عندها ولدها عنده الموتور ولا شي واحد كيتفرج فيا دابا عنده الموتور ولا عندك طوموبيل ولا عندك دار اي حاجه عندك ساويه شي حاجه راقب هذه الكاميرات ما غادي تخسر حتى شي حاجه يعني حضروا مسائلكم ما تثقوش ابدا ما تثقوش انا الثقه هي اللي دارتها لي لحقاش المدرس نقول لكم عامين الاخوان وانا كنحطو في الباب يعني ما كاينش لي ادي كننسى حتى الخمسه د الليل تنسى حتى 12 اللي كيجيو غير الدراري قلت لكم ولاد الحوم كيقولوا راه كنسيتي الموتور خليتي حدا الباب. هذيك الثقه ديالي وداك النيه ديالي هي اللي خلاتني انني نوصل لهاد المواصل هذه ونضرب هاد التماره وطلع الطاكسيات هبط للطاكسيات جيب الطريبورط باش يهز موتورك وموتورك يعني ما خصكش تحركو حتى سالي به المسائل القانونيه كامله يعني غير مشاكل وصافي الحمد لله مني خرجت غير هكا. وهادشي اللي بغيت نقول لكم نتمنى انني نكون خفيف وظريف على قلبكم ما بغيتش نطول عليكم هذا الفيديو بزاف بغيت يكون خفيف وظريف باش ما يعذب ليش الشاف المونتاج وكنوعدكم ان شاء الله اني غادي نعاود لكم شي قصه من داك القصص اللي كيعجبوكم وانا عاودت لكم هذه القصه هذه ديالي نتمنى انها تكون تعينات الاعجاب ديالي نتمنى تأييد الهضره كتفلي ماشي مشكل ما تدفش عليه نتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم تكون عبره ليكم كما كانت عبره ليا. كان معكم صالح فاميلي خوكم وحبيبكم وصاحبكم واي حاجه كتعتبروه الى فيديو قادم ان شاء الله.